مرحبا. طقس خريفي مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، حراره معتدله، رطوبه عاديه، بحر متوسط الموج وحراره 124. اليوم طقسنا رح يكون غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحراره، تكون ضباب على المرتفعات خلال فتره الليل، وبنبقى هلا بجوله على درجات الحراره اللي رح تسجل الليله على الساحل 20، على المرتفعات 16، بالبقاع 9 والارز 4، وجوله اخرى على درجات الحراره رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانيه، 24 بالقبيات، 25 وادي الكرم، باب الرمل 26، حصرون 16، رمات 26، وعرسال 25، جوني 27، الرابي 24، رياض الصلح 27، نيحة 20، عين الدلب 27، والخيم 22. رطوبة بتتراوح بين 35 و60%، حرارة سطح الماء 24 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ 20 أدناها أقصاها 27، السبت بتتراوح بين 20 و26، والأحد بين 19 و25. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، ومنبدأ مشوارنا من عمان 25، دمشق 25، الكويت 31، وبغداد 29، الجزائر 19، الرباط 20، الجزائر أيضا إذا قلنا 19، روما 17 مع هطول الأمطار، وبرلين 4. وهيدا كان كل شيء. باي.